السلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي صلصه التوميه السوريه اللي كتجي اكثر من رائعه، ويمكن لينا نرافقوها بالمشويات والساندويتشات كذلك. واللي كيميز هذه الصلصه هو المذاق ديالها المميز ديال التوم. كيف كتعرفوا كاين العديد ديال الناس اللي كيكونوا كيصيبوا في هذه الصلصه هذه، خصوصا في الخلاط، كيبداو كيدوروا فيها وكطيح من الديبار. واخا كيبقاو يزيدوا الزيت والخلاط كيدور ما كتطلعش، كتخسر، كتبقى دائما مقطعه. وكاين بعض الناس اللي كيكونوا كيحضروها بالطراب اليدوي، طلع مزيانه حتى الاخر وكطيح، صافي كتولي مقطعه كتخسر وكيرميوها. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنستافدوا جميع وغنتعرفوا على واحد المكون اللي اساسي هو اللي غادي يصلح لنا لاصوص ديالنا، وغتولي ان شاء الله في المذاق مذاقا، وحتى المنظر ديالها غيجي احسن من الصلصه الاساسيه. المهم للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجوا معلقه كبيره ديال النشا، كاس كبير ديال الماء ما يعادل كاسونس ديال العنبه، الزيت، معلقه صغيره ديال الثومه، معلقه كبيره ديال العصير ديال الليمون او الحامض. اول حاجه كنديرو كناخذ واحد الكاسرونه كنديرو فيها الماء ومايزينا وكنحركوهم مزيان بالطراب اليدوي. من بعد كنوضع فوق النار، النار تكون مهيله، ما بغيناش هذاك الشيء دغيا يتجمع، بغينا هي يتجمع بشويه بشويه باش يجينا واحد الخليط اللي بحال الشكل ديال البوماده. اما الا جهدتو عليه العافيه دغيا غيتجمع وغيولي بحال العجينه. مع التحريك كنبقاو نحركو فيه بشويه ومن الجناب حتى كيتكون بحال هذا الخليط هذا. من بعد ما تجمع لينا غديرو في واحد الزلافه وتخليوه يبرد، مره مره حركوه. هنا خديت الخلاط درت فيه هذاك الخليط ديال النشا، من بعد غندير الثومه وعصير ديال الليمون ونبدا نخلط فيه. هنا غنبدا كنزيد في الزيت بشويه بشويه. هانت كيف كتشوفوا هنايا لاصوص من الديبار طالعه خاسره، ولكن ما غنحبسوش، غنبقاو نزيدو في الزيت حتى يتكاثر لينا الخليط، غنكملو ما غنحبسوش. من بعد ما كملت الزيت ديالي صافي هنايا خسرات، ولكن من قبل دائما الحليب يكون بارد في الثلاجة. هنا غنزيد ندور عليها وغنزيد الحليب، الحليب هو اللي غيجمعها وكتبان لي احسن طريقة باش تنقضوا لاصوص ديالكم، وهذا الشيء هذا كينطبق حتى على المايونيز. بالنسبة للكمية ديال الحليب ضفت تقريبا نص كاس ديال العنبة، غتشوفوا غتزيدوا نص كاس ديال العنبه، بانت لكم باقا ما تجمعاتش غتزيدوا مازال الحليب صافي غتجمع. صافي هنايا نخليها تدور واحد شويه، غندير شويه الملح صافي ونحيدها. من بعد تغطوه بالبلاستيك الغذائي وحطوه في الثلاجة باش مازال تزيد تجمع وتشد فراسها. هنا من بعد ما شفنا التجربة الأولى اللي يمكن أي واحد يقدر يوقع فيها، غندوزو للتجربة الثانية اللي غتكون بالطراب اليدوي، نفس المكونات نفس المراحل.
هنا غندوز للمرحلة المهمة اللي هي الزيت. غنزيد الزيت بشوية بشوية، شو غير قطرات كنضيفهم، وكنزيد كنطلع في لاصوص. وحاولوا ما تحبسوش من التحرك. نورمالمون هنا خصني نحبس لحقاش لاصوص ديالي صافي وجدات، ولكن ماشي هذا هو الغرض ديالنا. الغرض ديالنا هو نكملو هذاك الزيت، غتجي واحد الوقيته اللي غنزيدو في خطره وحده باش نخسروها، ومن بعد نوريكم الحل. كيف كتشوفوا هنايا ضفتو بكميه كثيره، وهي صافي دابا طاحت خسرات. من بعد كنضيف الحليب وكنحرك، صافي هاي تصلحات وحصلنا على صوص اللي احسن من ديك لاصوص العادية. من بعد توضعوها في الثلاجة باش تزيد تشد راسها. كي بوانا. وكانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ولو غير القليل. كنتمنى تشاركوا في القناه الا كنتم مازال ما تشاركتوش، وديروا لي لايك وتدعموني ان شاء الله باش نزيدوا دائما لقدام ونجيب لكم دائما الجديد. خليتكم بالساعه، السلام عليكم.